طبعا الحكايات مع الكابتن ابو العز مش لسه، في حاجات كتيره قوي. عشان كده هل في حاجه كانت لسه كنت عاوز تكلمني فيها برضو لسنه 74؟ ما ننساش رأفت مكي. يا سلام، كان لعيب لسه صغير طبعا وكان زي الريشه وكان بيلعب في اكتر من مكان، حريف قوي جدا جدا كده وبتاع، وكان يعني منطوي على نفسه. وطبعا العباقره اللي في وسط الملعب جننوه في ماتش زئير والماتشات اللي قبل كده. ايوه فطبعا كان بيجي يشتكي لي، قلت له طب نعمل ايه يا رأفت؟ نعمل اللي علينا احنا الاول وما لكش دعوه بيهم. وانت عارف هو كان على طول بيشتكي اعمل ايه؟ ما وصل ال لا، وكان لعيب مميز يلعب في اكتر من مكان. لا كان جوكر. كان جوكر فعلا، من اللعيبه المميزه جدا جدا اللي جت الترسانه، وللاسف في النادي جون في الاخر وبيحاولوا. والمفروض الواحد لما بيكبر بيلعب بمكان هادي زي ستوبر زي سيرديباك، اكيد لا عشان يعني يعجزوه عايزين يلعبوه في وسط الملعب. وسط الملعب عايز مجهود خارق طبعا، فطبعا ما قدروش، محتاج امكانيات. والحمد لله من الناس الكويسه اللي في النادي، ولما مسك الفرقه اكتر من مره عمل نتائج كويسه، فلاعب مميز ومدرب مميز. طيب احنا معنا حبيبك كابتن رأفت مكي معانا، شوف برضو عاوز يقول ايه وتعلق على كلامه بعد كده. انا كان ليا شرف كبير وتوفيق من الله سبحانه وتعالى ان انا ازامل الكابتن محمد ابو العز، كابتن نادي وكان لعيب دولي سابق، ويعني مش هقدر اديله حقه لان كان رجوله في الملعب. زميلته طبعا في نادي الترسانه في اوائل السبعينات، لان انا ابتديت العب تصفيات كاس الامم الافريقيه سنه 69. زميلتي جيل جميل قوي، سواء من نادي الترسانه او من النادي الاهلي او من نادي الزمالك او الاسماعيلي، ونعد بقى الاجيال الجميله بتاعت زمان يعني. فعشان ما انساش حد فخلينا في الترسانه. طبعا الكابتن ابو العز شرفني ان انا العب جنبه في نص خط وسط، ثم لعبنا مساكين احنا الاثنين. فطبعا كان رجوله في الملعب وفي المعسكرات، طبعا راجل محترم. كاس الامم سنه 74 طبعا هو كان كابتن الفرقه بتاعتنا، وان احنا خسرنا النهائي او الدور قبل النهائي على ما افتكر سنه 74، دي كانت البطوله بتاعتنا، كسبانين الماتشات كلها وجينا باللاعب زئير فحصل اصابات. هاني كابتن هاني الله يشفيه، وكابتن محمود ابو جوهر الصغير نادي الزمالك رحمه الله عليه، فكانت التغييرات مش مظبوطه يعني، مش في محلها. انا لعب جميع الماتشات، فكان لسه كابتن ابو العز بيفكرني بالبطولات دي، فجينا نلعب على الثالث والرابع بنلعب الكونغو برازافيل، كسبنا الكونغو 4، فخدنا 100 جنيه مكافاه. كابتن جندي الله يرحمه، فكان يا جماعه كلكم جاهزين وكله تمام، عايزين بقى ايه ناخد ال 100 جنيه عشان نجيب السخان ولا مش عارف البوتاجاز ولا ايه. فكل اللعيبه دي حكت، كان الكابتن ابو العز كابتن الفريق، كسبنا 4. كابتن رأفت سخان شغال ولا لا؟ طبعا رأفت على فكره كابتن مصطفى لما جه يلعب معايا سردباك، هو يعني عنده ثقه كتير قوي زياده عن اللزوم. طبعا هو كان بيمسكها يستلم كويس قوي ويسلم. قلت له يا رأفت انا لما احب العب سردباك قدامي، وقلت له اديني ودنك. توجيه.